كان هناك في زيرالدا لقاءين. كانت لنا دعوة من إخواننا من حركة البناء باش نحضروا اللقاء تاعهم في ذكرى للشيخين محمد بوسليماني رحمه الله والشيخ محفوظ نحناح رحمه الله. رحنا لزيرالدا نورمال، نوصل يعني باش صحفيين هكذا سمحوا لي سي عمر والجماعة، لأن قصة طريفة. نوصل يعني قدام القاعة بالسيارة، يجي الطاقم اللي كان يشرف على تنظيم يعني اللقاء تاع حزب طلائع الحريات عند السيارة، فتح لنا الباب، فوتنا ديريكت. أنا نحسب جماعة البناء، يدخلني من الباب هذاك الأول مثلا، ندخل نمشي، دخلت دخلني مرحبا أستاذ كذا، وفرحانين مجموعة يعني من المنظمين يعني مرافقين لي، فهمت كيفاش، ومرحبا وكذا وفرحانين. أنا قلت هذو تعال البناء، دخلوا من الباب نمشي، يشوف الصف الأول، لقى حتى واحد اللي نعرفهم أصحاب الحفل، نزيد نشوف حتى وصلت حتى النهاية في الصف الأول، لقى حتى واحد.